سلام. انتهي. تعالي تعالي تعالي. وين كنتي؟ شنو ايش فيك؟ وين كنت قاعد ادق عليك ما تردين؟ هشام ايش فيك؟ كنت طالعه ويا رزان خلق، قالت لك يعني؟ يه. لما نحاتي لا تعطيني ظهرك وتمشين. انت من صدق؟ لما اكلمك ما تعطيني ظهرك وتمشين يا جماعه. صاير صاير ليش معصب كذا؟ قاعد ادق عليك 1000 مره ما تردين. التليفون بالجلطه وما سمعته، يعني ايش دراني انك داق؟ ليش داق 20 مره صاير يعني؟ وبعدين التليفون سايلنت، ليش مكبر الموضوع شي؟ ليش مكبر الموضوع؟ ريال ناطر مرت الاخر الليل ما ترد عليه، ويدق عليها 1000 مره وما ترد. وانت داشه بكل برود وتقولي لي والله كان سايلنت. جمان مره ثانيه ماكو طلع الا باذني، وحدش لي 10 بالليل، فاهمه ولا لا؟ قاعد احاكيك، فاهمه ولا لا؟ فاهمه هشام، ازاي عميل يقف ساعة وما فيش حد مهتم فيه؟ في شكاوي كتير بتجيلي عليكم العملاء. قولي حق هذه 24 ساعة تحط مكياج وقاطع الشغل كله علي. شنو هذه؟ لو سمحت تكلم معي عدل، وانا ما اسمح لك تتعدى حدودك معي. الزم حدودك لو سمحت. انا انت ما تعرف تسولف عدل ولا شنو؟ انا كل اللي اوعيك مرة ثانية الحين بعد هذا قسم بالله ما تسولف معي. وقف العمل اطلع برا. ايه اطلع برا. ايه هذا مسجل ولا شنو؟ اهدأ اهدأ، طول بالك، ممكن انت الحين ترجع البيت وبعدين اللي انا جيت انت فاهم. لا تنرفزيني يا جمال، شو اللي يرجع البيت؟ انا بعرف شغله. شو اللي حادك على هالوظيفه؟ شو اللي حادك؟ اللي يسوي اللي ما يسوي يقطع عليك حكي. هشام عادي عادي، ترى بكل دوام في مشاكل، بعدين انا عادي عندي ما عندي مشكله. شو اللي عادي؟ لا تنرفزيني يا جمال، فاهمين؟ هشام بس خلاص بس. جمال انت مرتي وانا مسؤول عنك، فاهمه ولا لا؟ ممكن ترجع البيت الحين وبعدين انا ليت نقعد ونتكلم مع بعض بالهداوه. الوظيفه ما راح اشوفك فيها مره ثانيه، وانا راح اشوفك وظيفه بنفسي. ما أفهم يعني شنو يعني داش البيت لا كلام لا سلام، ما شفتني هوا قاعدة أنا؟ شو المعاملة؟ لما تحترمين رأيك راح أحترمك. هشام دوامي دوامي وأحبه ومرتاحة فيه، لا يكون تبيني أهده إن شاء الله عشان واحد ما يستح على وجهه. طبعا ما راح أهده. أبدا إيش هالحركات البايخة هذه؟ حركتك اليوم وايد سخيفة وما لها أي معنى، يعني للدوام بدون ما تقول شنو يعني؟ ان شاء الله قاعد تتجسس عليه حضرتك. تحكي عدل، تحكي عدل واحترمي نفسك. شنو اللي اتجسس عليك؟ شو السالفه؟ الحين انا الشرع علي، انا قلت امر مرتي حبيبتي نتريق يا بعض. بس ما توقعت ان مرتي مجنونه ومعقده. هشام لا تقول عني مجنونه. الا معقده ومجنونه. معقده ومو صاحيه بعد. هشام لا جمال طلع من راسي، لا اصل عليه رب الكعبه. يلا عاد. تعال. اقعد. اقعد اقعد شوي. خلاص أنا آسفة، آسفة مو قصدي يعني، بس أنا ما توقعت إن أنت تيني الدوام. وبعدين أنا لما أعصب أقول كلام ما أدري شلون يطلع مني، ما أركز شنو أقول. لا تزعل مني، خلصنا عاد. الحين مو عيب تقولين على رجلك إن أنا قاعد أتجسس؟ شنو يعني ماكو ثقة بيننا ولا شنو؟ لا بلا أكو ثقة، أنا مو قصدي، بس يعني أنا جيت نرفزت وطلعت مني بالغلط. خلاص عاد كلمة وانقالت، لا تزعل. بعدين شنو يعني زعلان على الريوق؟ خلاص الحين اسوي لك عشاء. يلا عاد الحين اسوي لك عشاء وايد احلى من الريوق. اكل حبيبتك ولا اكل المطاعم؟
شاء الله. عبد الله. عبد الله. بتنام؟ ما تسمع صوت الصراخ؟ ايه بنام، فيك عادي يعني. سمعت وبتنام؟ قوم. ايه عادي يا بنت الحلال بنام، شو المشكله يعني؟ كل اثنين لما يتزوجون طبيعي كذي يتخانقون يتناجرون لين يفهمون بعض، يفهمون طبايع بعض، تالي مع الوقت ما راح تسمعين حسهم، فهمتي؟ جمان ايه اللي قاعد تنرفز الولد وتخليه صارخ، ولا ولدي انا مسالم عمره ما رفع حسه على احد. سعاد الله يخليك، لازم تفهمين وتستوعبين شيء، ان هذه حياتهم، هم يعيشون حياتهم مثل ما هم يبون، وانت الحين كأم لازم ما تتدخلين في حياتهم وتخربين حياة ولدك اذا تبينها تستمر. الحين هم الاثنين قاعد يتعرفون على بعض ويفهمون بعض، الرجاء ان ما تتدخلين، واذا ياك ولدك يشتكي اتمنى ما توقفين بصفه، لان ولدك مثل ما سمعتي لازم تسمعين لها، هم هذه بنت الأوادم أمانة عندنا، صح ولا لا؟ عدل كلامك، بس انت تهجى يعني هشام بيقول لي شنو المشكلة اللي صارت بينهم من بعض؟ يعني أنا باكر لي سألته بيقول لي سبب المشكلة شنو؟ إن سألتي زعلت عليك يا بنت الحلال، هذه حياتهم، إيش فيك أنت تبي تدخلين؟ تبي تخربين حياة ولدك أنت؟ تبي تخربين بيته نفس هالأمهات؟ ما راح نتدخل الا لما هم يطلبون منا، ذيك الساعه نحل معاهم المشكله. اتفقنا؟ ان شاء الله. بنام وتقعديني وراي دوام يا مره. نوم العوافي. سعاد بصك الباب يا عبد الله، ما يصير ننام والباب مبطل. جمان عمري جمان حبيبتي جمان يلا عاد يلا يلا قومي يلا يلا بسرعة 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 بسرعة. شوف ايش صاير هشام، مسوي لك مفاجأة راح تنصدمين. يلا 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 شوي شنو يلا 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 قعدت نامين وايد ترى مسختيها. شو صاير؟ زين لحظة زين قومي يلا بقول لك شغلة. صاير شيء؟ اي صايرة وايد سوالف. يلا يلا شنو يلا يلا شوفي ريلك حبيبك شو مسوي؟ مدلعج صج؟ يبا صج ما شفتي شيء. تعالي تعالي. شكرا. شنو هذا؟ كله بيدي. قول الصج. والله العظيم خالتي ما وحتى الشاي الشكر شوية. شو رايك؟ وايد حلو. صج؟ زين ها شو تبلشين؟ بالجبن؟ ما شوية هذا ولا ما ينفع معه؟ لا 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 ما ينفع؟ لا مزي. شكراً. تبين واحدة ثانية بعد؟ لا خلاص تركي بروتين بشرب شاي أول زين.